ماشي غير البترول والغاز، فيه الفحم، فيه الطاقة كما تاع اليورانيوم، فيه لا جيوثيرمي حرارة الأرض، فيه الهيدروليك. هذا كل يخلينا ايفيدامون لو بوا بروبرمون دي، هذا اللي يخلينا كيفاش نتصوروا كيفاش افاق 2030. وباش تكون على الصوره في افاق 2030 لازم نصفوا، لكن كتب ربي نسيطروا على 50%، يعني معناه 50% الانتاج تاعنا يكون من الطاقات المتجدده. سي ان ايفور افير، والايفور هذا افير يد واحده ما تصفق، سي ان افير دو توس، رانا كل معنيين بالامر ولازم نلموا الشمل. سي لا سول فاسون دو سوفي البي، بدون تدير السياسه ولا هذا، حنا بور سوفي لو بي، باش ننقذوا البلاد لازم نعطيو لها خرج ونخرجوا بار لو، يعني معناه لا سوليسيون سو اون سوليسيون اليغونت، كلنا نكونوا راضيين على بعضنا بعض. باش نصفوا الموديل هذا لازم نغيروا من امكانيات الاستهلاك الذاتي للطاقه. فو شونجي لا مونتاليتي، اون بي با كونتيني ا 1500 كيلو واتور.